ظهور للفنان المصري تامر حسني والمغربية بسمة بوسيل يثير الجدل، هل تزوج مجددا؟ إليكم التفاصيل. أثار الفنان المصري تامر حسني تكهنات بشأن عودته إلى طليقته المغربية بسمة بوسيل بسبب صورة حديثة شاركها عبر صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي. وظهر تامر حسني في الصورة رفقة بسمة بوسيل وأولاده الثلاثة، وحرص على احتضانهم، وهنأ الفنان المصري في تعليقه متابعيه بحلول العام الجديد: كل سنة وانتم طيبون يا رب، سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية. ولم يتطرق تامر حسني لأمر عودته إلى بسمة بوسيل خلاف تعليقه، ما أثار حيرة متابعيه، إلى أن العديد من التعليقات تكهنت بعودتهما مجددا. وذكر أحد المواقع الإخبارية أنه علم من مصدر مقرب من أسرة الفنان تامر حسني أن الفنان عاد لزوجته المطربة المغربية بسمة بوسيل، حيث إن الأخيرة عادت إلى منزله منذ 3 أيام في سرية تامة. وأضاف المصدر ذاته أن حرص تامر حسني على أن لم شمل أسرته مرة أخرى قبل بداية العام الجديد 2024 كان الحافز لذلك، مشيرا إلى أن تامر سيحتفل وأسرته بعودتهما اليوم. كانت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميا عن تامر في أبريل نيسان الماضي عبر الانستغرام، وكتبت بسمة عبر حسابها على خاصية ستوري: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ذا كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام. ووجهت بسمة بوسيل رسالة إلى تامر قالت فيها: ربنا يكتب لك ويكتب لكل خير، آمين يا رب. من جانبه أعاد حينها تامر حسني نشر ستوري بسمة بوسيل على حسابه في الانستغرام، وعلق قائلا: 12 عاما مشهينا، ربنا يكتب لك ويكتب لكل خير يا بسوم، ظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله.